وتنحكيهم بعد فيروس ولا مش فيروس؟ وانا لا كنت يعني حابة تبدأ بالفيروس. لا هي مرة واحدة، هي بكتيريا مش اي فيروس. البكتيريا باش تسهلوها، شو الفرق بين البكتيريا والفيروس؟ ما احناش مش نحكيه بيولوجي، تو تحكي لك مدام حنان. البكتيريا عندها المضادات الحيويه اللي يمشيوا عليها يقتلوها، اللي هما ليزونتيبيوتيك. الفيروس ما عندهم حتى دخل في المضادات الحيويه، باش نجموا نطمنوا من توا. اما ماهيش فيروس، راهي بكتيريا. هذه الثانية الأولى. الثانية راهو مش جديد، هذه جرثومة معروفة من سنين وسنين وسنين. الجديد هي لا ريزيستونس اوز انتيبيوتيك اللي جات توا، هي المضادة للمضادات الحيوية. معناها خاصية ما بقاوش جديدة في يأثروا فيها البكتيريا المضادات هذي. المضادات الحيوية العاديين اللي نستعملوهم العادة في الشيجيلا، اللي معروفة من سنين وسنين. قديش هالسنين دكتور؟ سنين باهي، تو نشوفوا مع دكتورة اسمها. من القرن الماضي معروفة الشيجيلا، معروفة. لكن الجديد فيها هي الإبيديمي ولا سرعة الانتشار، الانتشار والمضادات الحيوية مابقاش تمشي عليها، وهذا خطر. هذه اللي لازم نوضحوه. بالنسبة للأعراض، دابا ما نحكيوش على الأعراض الدقيقة اللي هي تهم الأطباء، نحكيو على اللي يهم المواطن. هما أربع أعراض: الحرارة، التقيؤ، أوجاع البطن، والإسهال. باهي، يبدا صغير عنده، مش الكل، ما عندوش مثلا، ما عندوش اسهال، اما عنده فوميسمون وعنده سخانه، نجمو نشكو فيه ولا لا؟ باهي، اول حاجه كل ما هو عنده هذا من الاربع علامات موجودين، لا يعني 100% اللي هي شيجل. باهي، فما برشا فيروسات اخرى، فيروسات يعطيو نفس الاعراض، وبكتيريات اخرين يعطيو نفس الاعراض. لكن ديما في البيريود ايبيديميك، وقت تبدا فما ايبيديمي بالعربي موجوده، الطبيب لازم ديما يخمم في الحاله الوبائيه هذيك اللي هي موجوده. حتى الحاله الصغير هذاك ما هيش شيجيلا، اول حاجه تخمم فيها هي ليش؟ باش تعطي الدواء المناسب. ومادام قلنا الدواء المناسب مضاد حيوي، مادام قلنا مضاد الحيوي الموجود توا راهي الجرثومه مضاد، مش تمشي تشريه من الفارماسي وحدك. شو معناتها على لوتو ميديكاسيون؟ صحيح، مش تعطيه بدون ما تعرف اناهم المضادات الحيويه المخبريه اللي يمشيوا عليها. لازمك تكون عالم، هذا الكل يعرفوا كان الطبيب. ورد بالنا نسميه اسامي مضادات حيويه باش يمشي يعطيها طول وحده. اي نرجع للعلامات، هو ليزونتيبيوتيك والعلاجات، مش كان الفيروس هذايا راهو منصوح انه اي مرض واي تشخيص ما يشخصوا كان طبيب، وما نمشيو كان بالدويات اللي يعطيهم، لا اي كان بالوصفة طبيب الطبية. ولا كما...